قضيت المرحلة مع حيدر الوتار. متعجل مغادر بالآهات بالنظرات، من بوسعه أن يكذب أمام حقائق الأرقام وما تبقى أقل بكثير مما مضى من الجولات. حتى وقت متأخر من اختباره أمام الفتح كان الاتحاد المتصدر متقدما منتصرا، حتى وقت متأخر كان حامل اللقب الملاحق أمام ضمك متعثرا، كادت مسألة اللقب أن تحسم بشكل كبير قبل أن تتغير المعادلة، فحضر اجتهادنا أن الهلال هو الرابح الأكبر ولو أن غيره انتصر فتقدم مرتبة حاسمة وغادر مراكز القاع. لم يبق له على النهاية سوى 4 جولات، ما تذوق الفوز قبلها في آخر 5 مباريات، وفي هذه الجولة خسر على أرضه على يد من تقدم بانتصاره مرتبة حاسمة وغادر هو مراكز القاع. التعاون أقال مجددا مدربه الجديد، التعاون في ورطة، التعاون هو الخاسر الأكبر في الجولة. 4 مجتهدين في هذه الجولة حققوا الانتصار، لكنه على أرضه قاد فريقه لهزيمة خصمه، أمر لم يحققه النصر على أرضه منذ 4 أعوام. تقدم فريقه بالأربعة بفن وإبداع، حسم بانتصاره هذا حضوره رسميا الموسم المقبل في آسيا ودوري الأبطال. الأرجنتيني ميغيل روسو مدرب النصر مدرب الجولة. في الصراع لتفادي الهبوط، النقطة قد تعني النجاة. بلمساته صنع 2، بلمساته هيأ ل3 فرص حقيقية أخرى للتسجيل، كلها ضاعت كما سنتابع إحداها لاحقا في الجردة. فريقه الطائي لم يفز، لكن باجتهاد وقع عليه الاختيار. نولج موسونا قائد الطائي رجل الجولة. ثلاثة حراس حافظوا على شباكهم نظيفة في هذه الجولة، صاحبنا كان واحدا منهم، ليست المرة الأولى لكنه بالصورة والدليل القاطع نال اهتمامنا. لم يحفظ شباكه نظيفة فحسب، بل عندما سجل فريقه الاتفاق 3 أهدافه احتفى به البدلاء وكأنه هو من سجل في التعاون هدف الأمان. رئيس لمبولحي حارس الاتفاق حارس الجولة. رغم ديربي الرياض بين النصر والشباب وجماهيرية الزعيم كلما زار أبها لملاقات مفاجأة الموسم ضمك، فإن جماهير الفتح والاتحاد هي من رجحت كفتها عددا بأكثر من 16,000 متفرج من الحضور، فكان جمهور الفريقين هو جمهور الجولة. المحاولة لضمك خطيرة، انطلاقة في الجهة اليمين، 3-2، الكرة تسدد، والكرة تبعد من المدافعين. الكرة الآن العرضية من ألكسندر والإبعاد من زيدان، والكرة بتصل من جديد لمصلحة زرهوني، انطلاقة ذعار، راح ذعار تقدم من الأمام، موتاري أمامه، ذعار راح لا 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 لا, لا. راح، لكنها لم يكتب لها النجاح. الأرجنتيني راحت لموسونا، تقدم موسونا وفرصة غير معقول، غير معقول يا فيغاروا. الآن يخرج الكرة، كرة تلعب فادي العال، الجميع يحاول عرضية خطيرة لأبها، المحاولة عمري بالسد، الفيصلي في المباراة، مصطفى ملائكة يبقي الفيصلي في المباراة. الشباب ولا شك أن الأهلي يتذكر تلك الأيام. لدينا الآن الأهلي يبادر وجول، لا 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 لا, لا. غريب يا غريب. بيدروس يتخدم للأمام، يلعب كرة في مكان خطير كريستيانو كويفا، وكويفا معاه كرة يحاول يموه ويعدي ويلعب كرة في مكان خطير كريستيانو كويفا. ياهو لعبة من أمام خالد الغنام،
تعود الكرة من جديد، المحاولة إلى فواز السكور، يلعب كرة عرضية لعب الراس والكرة تتخلص. الله، مش طبيعي يا عمري، مش طبيعي يا عمري. في الشوط الأول نعيم ضيعها سليتي. مرور ناجح لكارلوس وتمرير الآن وفرصة التعادل ويتجلى كامبانيا. 28 الباطن 25 الآن الله يا كامبانيا، الله على هذه اللقطة، على الإنقاذ، الكرة بتبعد.